نحكي حكاية تجحا. قالوا النار يشعل في الغابة. قالوا متخطي الفيلاج. قالوا في الفيلاج. قالوا متخطي داري. قالوا في دار. قالوا متخطي راسي. أباك فكملها تجحا. كملها بروشات. هو بعد. سانسيرارية. الطحين بلي دوز يرجعك طحان كبير. الرخص بلي دوز يرجعك رخيص كبير. الشعب هو القوة الحقيقية إذا تهيكل، إذا حط في راسه قضية ثورية لازمني نتحرر، لازمني نبني مستقبل أولادي، أنا نضرب على أولادي، ما نستناش واحد يضرب عليهم. هذه هي الحقيقة. فوالا. مثلا راني قاعد نشوف ببري هكذا برك بلوهي سيرتان كومونتير نتاع الدباب. أنا نقول الدباب هذاك اللي موش ماشينا باسكو دي روبو كي ريبات دي ميساج. الدباب الاخر نقولوا ان على والديك الكلاب بنين الكلاب كومبار. علاش؟ تو سامبلومون باسكو ما يقدرش يكون جزائري حقيقي حر يخدم خدمه الدبانه. صافي دير هو دبانه تاع خرا. تو سامبلومون نقولك على والديك ماشي والديك، باباك وامك برك، باباك وجدك والجداره نتاعك ومنين جيت. واحتمال كبير تكون من الخليج، أصلك عربي. إذا الشعب لكان الشعب تبع السيران، أولا نركعوا الأقدام البيضاء، مش نركعوهم على ركيبهم، راحين ينبطحوا على كروشهم. هذا وعد من الرحمن محمد الياس وعناصر السيران، لأنه كون يتبعنا الشعب إحنا نعرفوا العدو الحقيقي. العدو الحقيقي هو الأقدام البيضاء، نهبطوهم تحت الأرض، نكرازي والرب نتاعهم إلى ديهم، لأنه ربهم هو المادة والاستعمار أو العقلية الاستعمارية. كي نقول ربهم ما نهضرش على الألوهية، نهضر على الربوبية، لأن الأرباب كاين بزاف، لكن الإله واحد لا إله إلا الله، وحده لا شريك له. دونك نركعوهم. إذا الشعب تبع السيران ويتبع الأوامر نتاع السيران، ونقول الأوامر ما نخافش أنا وما نحشمش، أوامر هي نمد لكم أوامر تبعوها، تبعوها تنجحوا، نقوموا بثورة حقيقية، نقضيوا على الأقدام البيضاء، تبعوا الأوامر والإعازات نتاعنا إلى الديريكتيف نتاعنا. واش راح نقول لكم النصائح؟ لا، هنا الدكتورة نتاع اللي يجيبه كل أسبوع يحكي لكم على الأمراض والنصائح، والله هذيك اللي طيب في الكوزينة تاع شيباوش من شمس ما سميرة والله نعطيك نصائح في الطبخة. أوامر تقبلونا كقيادة، نمدوا لكم أوامر تنجح الثورة، ما تقبلوناش كقيادة الله يعاونكم. لكن احنا الواجب الثوري نتاعنا نكملوه، نمدوا التعاليم نتاعنا، نمدوا الأوامر نتاعنا. وما كان والو بورتزال، كان غير سياران. واللي يقول كاينة حاجة أخرى تجي تقابل الرحماني وتقابل السياران كيما كانت. بداوها من الإسلاميين لموهم بكل، خرجوا منهم تكتوكا وجي تقابلنا قدام الشعب الجزائري، نعريهم أبوال ونعتلكم باللي بهايم وحمير وخاوانا. الديمقراطيين لايكين أفافاس أرسيدي هذوك أحساب تاع 4 دور و 3 فرنك، كيف كيف لموا بعضاكم بكل، أرواحوا بكل، قابلوا السياران نعريكم أبوال ونعتلكم باللي انتم حمير. الإسلاميين خاوانا وانتم حمير، كلتا الحالتين ماكمش جزائريين وما تفيدوش الجزائر، لا الثورة الجزائرية لا الفكر الجزائري. ماتنا خاطر الأقدام البيضاء احنا نعرفوه. أقدام البيضاء عندهم حوالي 100 سنة سبق على الشعب الجزائري حاليا، لكن احنا لو سياران رانا معاهم في نفس المستوى. ونجيبها لكم من الاخر، والله وموش السياران اللي قبل الأقدام البيضاء، والله لا غلبهم واحد. شوفوا جيبوا الإسلاميين والسعودية معهم والإمارات والخليج وفلسطين، وجيبوا الصماء ولحقتوا الملائكة جيبوهم، والله لا تغلبوهم. يس نجيبها لكم من الأخر طاي طاي، تعرفوا على باسكي يخموا بدمغيهم. والشعب الجزائري الأحزاب السياسية
تخم برجليها شتانا بين الذين يعلمون والذين يعلمون. وصدق قول الله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فوالا تفضل يا استاذ حسين. Exactement, cher Ahmani. Moi, personnellement, je vous comprends. Donc, même Farid, il est avec moi sur, on est sur la même longueur d'onde. Ne m'attaque pas à l'Adam Baïda. Al-Farqasiya, on pense à lui, on a que عارف الضرر اللي راه مدارينه للجزائر والتعطيل اللي راه مدارينه للدوله كيما الجزائر. قتل 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 مبرح في الشعب الجزائري وابناء الجزائر. تهميش للشعب الجزائري وابناء الجزائر. تجهيل لابناء الشعب الجزائري والجزائر. الاستعمار الاول تاع قبل 62 خير من الاقدام البيضاء. احسن باين أقدام البيضاء خبط ودهاء، ماشي ذكاء، خبط ودهاء. نهضر بالعربية ولا الكلاب اللي إسلاميست. نعرف العربية خير منكم، خير من المخير فيكم داير. جو ميتريز لا لونغ عرب بارفيتمون اي جو سوي ان بارفي مسلمون مي سوي با عرب اي جو ريفوز لا لونغ عرب اي جو ريفوز لي عرب. نو سوم امازيغ. دونك جو ريبون سيت ان كومونتير اوسي باسكو لا اون ايت اريفي وين اي فون كري اون غير في الساحل اي لالجيري. فريمون رانا في مفترق الطرق. انا اكون او لا نكون. دونك سي سوار جو مي بيرمي نهضر كيما نحب واللي ما عجبوش الحال يخبط راه براسو في الحيط. فوالا. وكيما يقولوا في قسنطينه بكري بني في الطريق نزلق. لا قادر عليها. هادو قايدو بشاغه. هادو حركه. تبون حركي. شنقريحه حركي. اللي ماشيين في قيادة الأركان مع الشنقريحة حركة خوانة يسون أعباطر. أون فابا بروندر دو كون. دوك لحقنا المرحلة وين رانا في أون زون دو كار دو كار فيتور. تري بيانتو تشعل نار كحلة في الساحل بين الأمريكان والروس ولا شين والأوروب على الساحل ولا فيك سنترال. وهاد الخوانه انت تسقسي عليهم يسقسوا على الحراقه. تبون كون يعطيوه بوطون يقتل كاع الجزائريين يتكى عليه هو يضحك. دونك هاد الشعب واش باغي؟ باغي الطحين ولا الرجله؟ اقسم بالله العظيم كون تفوتوا الريفرندوم وما تغلقوش المكاتب دوك نعاود نهضر ماشي باش بالسيارة نسمي أنا قلت لكم في الرئاسة تحرقوهم دوك ماشي حرقوهم دمروهم تدميرة باسكو كون يفوتوا لكم الريفرندوم أخي قتلوكم ورا الانتخابات الرئاسية يا ربكم واش يديروا فيكم أبري الريفرندوم يديروا فيكم العجب المعجب